تحية طيبة للجميع. صوتت إذن الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة في دورة استثنائية وطارئة لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب الذي أجهضه سابقاً الفيتو الأمريكي. فما الذي يعنيه قرار الإجماع الدولي في أعلى هيئة أممية بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة؟ ثم هل سيحرج هذا الإجماع والدعم الدوليين لفلسطين الفيتو الأمريكي مستقبلاً، والذي قد يترصد عودة الطلب الفلسطيني داخل قاعة مجلس الأمن بالرفض؟ لنتساءل في الأخير عن مصير الشرعية الدولية في ظل تعنت الاحتلال الصهيوني بدعم من الإدارة الأمريكية لسياسة لا عقاب للمجرم نتنياهو وعصابته الإجرامية. الشرعية الدولية تصوت لصالح دولة فلسطين كاملة العضوية، القرار العادل. موضوع هذا العدد من برنامج في قلب الأحداث. نتائج التصويت جاءت كالآتي: أصوات مؤيدة 143. في لحظة تاريخية حاسمة وبأغلبية ساحقة، صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. تصويت وإن كان مشروعا تمهيديا، فإنه انتصار للقضية الفلسطينية وعدالتها أمام الظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني، وفي ظل أفظع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني. لكن المجتمع الدولي وبتصويت هذا سيعزز مكانة فلسطين وأحقيتها في العضوية الكاملة في هذا المحفل الدولي، تصويت ستكون له تداعياته على مجريات الأحداث في غزة وفي فلسطين وفي العالم. التصويت على مشروع القرار جاء ب 143 صوتا مؤيدا لدولة فلسطين بعد الفيتو الأمريكي ضد القرار الجزائري الذي طالب بإلحاح بالعضوية الكاملة لفلسطين. إن تصويتكم اليوم بالطبع يحمل الكثير بين ثناياه ويشي بطبيعة تضامنكم مع فلسطين، ولكن في الوقت نفسه يشي بكشف تفاصيل هويتكم وما تمثلونه وتدافعون عنه حقه. تصويتكم وأصواتكم مهمة، وأنا أعلم أن الغالبية الساحقة بينكم سوف تقف مجددا إلى جانب الشعب الفلسطيني في الوقت الذي هو بأمس الحاجة لدي المساندة، وسوف تقفون إلى جانب السلام العادل والشامل لبما يعود الفائدة للجميع. وببساطة إن التصويت بنعم هو الإجراء الصائب. ومن المتوقع أن تطرح قضية العضوية مرة أخرى في مجلس الأمن بناء على طلب الجمعية العامة. موقف الجمعية يضغط أكثر على أعضاء مجلس الأمن في أي قرار مستقبلي حول العضوية لاستكمال الحلقة الأخيرة داخل مجلس الأمن، الذي قد استنفد في العديد من المرات حق الفيتو في تثبيت حق الشعب الفلسطيني وأحقيته في الحرية والاستقلال. إذن للقراءة بالتحليل والنقاش تفاصيل هذا القرار الأممي، أسعد بأن يكون ضيف برنامج في قلب الأحداث البروفيسور توفيق بقعدة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك. أهلا وسهلا. وأيضا يحضر معنا البروفيسور مصطفى صايج، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك بروفيسور. شكرا لاستضافة ولضيوفك الكرام. طيب أبدأ معك بروفيسور قبل أن يلتحق بنا أيضا البروفيسور حمود صالحي من الولايات المتحدة الأمريكية. أبدأ معك بروفيسور مصطفى صايج، صحيح بأن هذا القرار كان متوقعا بأن يكون بالإجماع لصالح دولة فلسطين كاملة العضوية بالأمم المتحدة، لكن ما أهمية أن تتجه ربما المجموعة العربية نحو هذه الإجراءات ما بعد رفض مجلس الأمن والفيتو الأمريكي نحو الجمعية العامة وتحقيق هذا الإجماع؟
طبعا هنا سنعود إلى ما نسميه ميكانيزمات اتخاذ القرار داخل منظمة الأمم المتحدة. ميكانيزمات اتخاذ القرار للأسف ميثاق الأمم المتحدة يضع إجراءات لقبول أي دولة عضو في الأمم المتحدة، وهنا ربما الكبار عندما وضعوا ميثاق الأمم المتحدة بما يخدم مصالحهم وأنانيتهم الضيقة، كان من المفروض مثلا أن يكون الإجماع الدولي هو الذي يأخذ قرار استراتيجي على حساب الأقلية التي تشكلها مجلس الأمن. صحيح. بمعنى الإجراءات الواضحة، أي دولة يمكن أن تنضم إلى الأمم المتحدة يجب أن تقدم طلبا إلى مجلس الأمن، وهنا هذه الرسالة توجه من ناحية الإجرائية والإدارية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وهنا تكون ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة يوجهها إلى مجلس الأمن لكي يقدم توصية من خلال لجنة طبقا للنظام الداخلي لمجلس الأمن. اللجنة هي التي تقدم توصية انطلاقا من التصويت، وهذا التصويت يكون على الأقل 9 أصوات من ضمن 15 عضو، لكن باستثناء في حالة ما إذا كان استخدام حق الفيتو من 5 الكبار الذين احتكروا هذا الدكتاتور وتحك الفيتو، هنا لا يمكن أن يتم إعلان الدولة. وهنا في حالة قبول مجلس الأمن يقدم توصية للجمعيات العامة، وهنا لاحظ هذا القرار مسار اتخاذه وإجراءات اتخاذ القرار، الجمعية العامة يتم التصويت في النهاية بأغلبية 2/3. الذي حدث أن الشلل الموجود داخل مجلس الأمن، نذكر فقط للتاريخ، منذ 2011 السلطة الفلسطينية قدمت طلبا رسميا إلى الأمين العام ووجه إلى مجلس الأمن. مجلس الأمن في الحالة الأولى 2012 لم يكن هناك إجماعا، لم يدرس الفاعلية ما بعد طوفان الأقصى، هي التي أدت بالمجموعة العربية والجزائر تحملت هذه المسؤولية داخل مجلس الأمن أن تعيد النظر في طلب الذي تم تقديمه في 2011. 12 أفريل الماضي للأسف نقولها، لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي كان بأغلبية ساحقة مع قيام الدولة الفلسطينية، حق الفيتو تصويت 12 دولة مع 2 التي امتنعت. صحيح. بريطانيا وسويسرا، لكن حق الفيتو 1 هو الذي أدى إلى تماطل إعلان هذه الدولة. وهنا هذه اللعبة، المفروض أن المجلس الأمن يقدم تقريره لماذا هذا الرفض إلى الجمعية العامة، وبالتالي لماذا الذهاب إلى الجمعية العامة؟ هو الذهاب إلى الجمعية العامة لكي ندرس مرة جديدة أين الخلل في هذا الطلب، خصوصاً وهنا ربما الجائزة، ربما النقطة الإيجابية. نعم. أن المجتمع الدولي يرى في الدولة الفلسطينية كدولة مراقب كل المواصفات التي تؤهلها لكي تكون دولة عضو. وهذا الذي سأعود إليه معك بروفيسور، لكن قبل ذلك بروفيسور توفيق، يعني هذا الإجماع من الواضح بأنه لما نتحدث على قبول 143 دولة لعضوية كاملة لدولة فلسطين والأقلية فقط 9 أصوات ربما الذين رفضوا، هل هذا يعني بأن هذه 9 أصوات هي الآن تمثل المجموعة المناوئة الآن لشرعية الدولية؟ بطبيعة الحال أنه دائما أن القرارات لا تؤخذ بالإجماع، ودائما هناك أطراف ليست لديها مصلحة من أجل أن تكون فلسطين عضوا دائما في الجمعية العامة للأمم المتحدة. نعم. هذه الأطراف سواء لديها مصالح مع الكيان الصهيوني أو تريد كذلك أن تقدم خدمات للولايات المتحدة. صحيح. الأمريكية، وبالتالي لديها ما يحركها من وراء التصويت بالرفض. في تقديري أن لا يمكن أن ننظر إلى هذا التصويت فقط من ناحية الإجرائية، أعتقد بأن ما يمكننا أن نؤكده هو هذا المستوى الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية من حالة الإجماع الدولي الذي أصبحت تحظى به، وهذا جزء في تقديري من مسار النضال السياسي على المستوى الأممي التي خاضه الفلسطينيون، والآن الجزائر كذلك منخرطة في هذا النضال من أجل الضغط أكثر على صناع القرار وأصحاب الفيتو في مجلس الأمن من أجل فضحهم أمام المجتمع الدولي. نعم. وأمام حتى المجتمع المحلي بأنهم أدعياء الشرعية الدولية أصبحوا الآن هم أكثر
الأطراف التي تقف ضد الشرعية الدولية وتقف ضد الإجماع الدولي. كثير ما تغنت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ب الشرعية الدولية في سواء في العراق أو في أفغانستان أو في ليبيا أو غيرها على اعتبار بأنهم يذهبون من خلفهم الشرعية الدولية. الآن هؤلاء وتحت غطاء صناعة السلام في هذه الدول، هؤلاء أنفسهم هم الذين يقفون أمام الشرعية الدولية في تنفيذ قرار الشرعية الدولية، وبالتالي فطوفان الأقصى في تقديري هو يحمل كذلك أبعاد أخرى أو طوفان آخر على عديد من المستويات حتى داخل مجلس الأمن وداخل الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وبالتالي هناك ضرورات ملحة الآن لإعادة النظر وإصلاح الجمعية، جمعية الأمم المتحدة والأمم المتحدة بكل هياكلها، لأنه أصبح بدل أن تكون جزءا من مسار تحقيق السلام أصبحت بسبب القلة القليلة. والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا هي من تواصل وتستمر في عمليات الإبادة للشعب الفلسطيني وكذلك تهديد السلم والأمن الدولي في منطقة حيوية واستراتيجية هي منطقة الشرق الأوسط، وما يحمله هذا الاضطراب الحاصل من تهديدات على عديد المستويات، ليس على المستوى الأمني فقط، حتى على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى عديد المستويات. طيب، يلتحق بنا البروفيسور حمود صالحي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا. مساء الخير بروفيسور، وأسألك مباشرة ضمن هذا النقاش، هل سيحرج قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي جاء بالإجماع يقبل العضوية الكاملة لدولة فلسطين، هل سيحرج مستقبلا الفيتو الأمريكي، خصوصا وأن هذا القرار يأتي ضد الموقف الأمريكي أو موقف الإدارة الأمريكية حاليا؟ أكيد سيحرجها، وبالفعل أحرجها لحد الآن. عندما نسمع لتصريحات نائب السفير أو تصريحات أخرى من مسؤولين أمريكيين واقعيين جدا بأنه هذا لا يتماشى مع استراتيجيتهم الكبرى، وهو العمل في إطار أوسلو أو ما يعرف كما دائما يدعون بأن الدولة الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية حسب ما يفهموها تأتي في إطار المفاوضات بين الجانبين، وهو إبعاد الشرعية الدولية عن القضية الفلسطينية أو بالأحرى الدولة الفلسطينية. ملاحظة بسيطة جدا يجب الاهتمام إليها، نحن نتحدث عن 143 دولة، لكن في الواقع هناك حوالي 168 دولة من صوتت أو لم تعترض عن قيام الدولة الفلسطينية وأضوية الدولة الفلسطينية، وهذا ما يمثل 87% فاصل 7 أعتقد من أعضاء الأمم المتحدة، وليس إلا 4.44 أو 4% من وقفوا ضد هذه الدولة قيام العضوية الفلسطينية. بمعنى آخر، أن الاهتمام والتضامن مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية مهم جدا، وتراه الولايات المتحدة من هذه الزاوية. الجانب الآخر أيضا يأتي في إطار السمعة السيئة والصورة التي أصبحت تعرض بها الولايات المتحدة في العالم، خاصة بمواقفها اللامشروطة مع إسرائيل. فهذا يعد إنجازا كبيرا تاريخيا للقضية الفلسطينية، وبالتالي أيضا مقابل إدانة للولايات المتحدة، وهذا ما تخافه. كما نعرف، لملاحظة بسيطة جدا، أن الدستور له قوانين ضد من عضوية القضية الدول الفلسطينية في أي وكالات، أي وكالة من الوكالات الأمم المتحدة، تؤدي إلى سحب تسديداتها وبعض العقوبات التي تأخذها. فهذا أيضا منار مشوار آخر للولايات المتحدة تثبت بعدم. بروفيسور حمود صالحي، سأعود إليك لأسأل بروفيسور مصطفى صايج، كنت تتحدث ربما عن ما يؤهل دولة فلسطين لأن تكون كاملة العضوية، ومن بين القرارات التي جاءت في أو من ضمن ربما توصيات التي جاءت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم
هو أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة الرابعة من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة. ما الذي يعني ذلك أن ربما تتفق مؤهلة دولة فلسطين مع المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة؟ أولا، حقيقة عندما تقول دولة مراقب ليس لديك الصلاحيات التي تؤهلك أولا للتصويت، وهذا مهم جدا. نعم. هنا فقط أحد ربما الصلاحيات التي أضيفت داخل الجمعية العامة أنه يمكن أن توسع المشاركة إلى الاقتراحات المتعلقة بالإجراءات أو الاقتراحات أو حتى في بعض الأحيان التعديلات، لكن هي تستثنى من حق التصويت. بمعنى الدولة الكاملة عندما تقول دولة عضو كاملة العضوية، أنت لديك الحق في المشاركة في الميزانية الأمم المتحدة، ما يقابله كذلك لديك الحق في التصويت. وهنا في تقديري هذا الجانب الرمزي في حد ذاته أن المجتمع الدولي يريد ويقول بأن الدولة الفلسطينية لديها كل الأركان لكي نقبلها كدولة عضو، خصوصا وأن كما أشرت للمادة الرابعة أو أن الميثاق الأمم المتحدة يمكن لأي دولة في العالم أن تنضم إلى الأمم المتحدة بالشروط الواضحة، وهي أن تقبل بميثاق الأمم المتحدة، أن تعلن علانية أن لديها القدرة على تنفيذ كل ما يأتي من قرارات الأمم المتحدة، وبالتالي المواصفات الحالية داخل الجمعية العامة تؤهل الفلسطينيين لكي يمتلكوا دولة كاملة العضوية، وبالتالي هنا نوع من التأثير السياسي والمجتمعي على العضو الذي استخدم حق الفيتو في مجلس الأمن. وبالتالي هنا إحالة هذا التوصية من جديد من الجمعية العامة إلى مجلس الأمن هي لكي تؤكد بأنه يجب النظر في قرارات الشرعية الدولية، خصوصا كما قال الأستاذ قبل قليل هذا العدد الكبير جدا الذي تحظى به الدولة الفلسطينية من حيث الإجماع، خصوصا هذا الظرف الاستثنائي. لاحظ مثلا إذا قررنا قبول عضوية دولة إسرائيل، الجمعية العامة قبلت هذه العضوية تحت شرطين أساسيين إلى غاية اليوم يتم تطبيقهم. لماذا لم يتم تطبيقهم؟ لأن مجلس الأمن المفروض هو الذي لديه وصاية تطبيق والسهر على الأمن والدوليين. القرار الأول أنه يقبل، وهنا في الحقيقة إسرائيل ناقصة العضوية لأنها لم تقبل بقرار تقسيم 181 ولم تقبل بالقرار 194 حق عودة اللاجئين. بمعنى إذا نظرنا هنا للشرعية الدولية التي أشارها قبل قليل الأستاذ، دمرنا جميع الدول العربية من العراق إلى اليمن إلى سوريا إلى ليبيا باسم ماذا؟ الدفاع عن حقوق الشعوب وحقوق الإنسان والشرعية الدولية، بينما الشرعية الحقيقية الآن التي تختبر في ما سميته ميكانيزم اتخاذ القرار. من جهة لديك الجمعية العامة التي قبلت هذه الدولة ذات يوم في 1949 وبشرطين أساسيين لم يتم تطبيقهما إلى غاية اليوم، ودولة يعترف بها تقريبا دولة بمجموع كما أشار قبل قليل حتى 25 دولة الممتنعة في الحقيقة، هي المترددة بطريقة سلبية لكن هي مع لصالح المسار القضية مع القضية الفلسطينية. بروفيسور توفيق، يعني إذا ما تم اعتماد توصيات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الآن، ما هي محددات الدولة الفلسطينية التي تعتقد بأن الآن الشرعية الدولية تدعمها أمام مخطط الولايات المتحدة الأمريكية وما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار؟ يجب فقط التنويه بأن حتى ما طالبت به الجمعية العامة للأمم المتحدة هو ليست عضوية كاملة، وإنما هي عضوية لدولة المراقبة مع صلاحيات أخرى من حقها اقتراح لمشاريع للمناقشة في إطار الجمعية العامة. أكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية كان قرارها منذ عرض المشروع الجزائري والمجموعة العربية أمام مجلس الأمن بأن دولة فلسطين تأتي عن طريق المسار التفاوضي ولا يمكنها أن تأتي عن طريق الإجماع الدولي. وبالتالي هذا موقف الولايات المتحدة الأمريكية وموقف كذلك بعض الأطراف بما فيها بريطانيا التي حاولت أن تتدارى وراء قرار الامتناع خوفا من المواجهة وكذلك لحسابات مرتبطة بالداخل البريطاني. الولايات المتحدة الأمريكية في تقديري لا زالت ولا توجد هناك أي مؤشرات في أنها يمكن أن تقف
إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودلائل ذلك موجودة في الواقع. وبالتالي أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر في استخدام حق الفيتو أمام قرار أي قرار يمنح فلسطين العضوية، حتى ولو كانت الجزئية على ما قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتالي فهي تحاول أن تدفع إلى مسارات أخرى خبرها الفلسطينيون، وثبت بأنه مسارات لا يمكن أن تصل إلى ما يسعى إليه الفلسطينيين في إقامة دولتهم بحدود المعلومة وبمسارات وبسلطة وبدول بكل مكونات الدولة المتحدة. لذلك سألك بروفيسور، هل تعتقد بأنه الآن مشروع القرار أو التوصيات التي جاءت ضمن هذا القرار الآن تقدم محددات الدولة الفلسطينية التي تدعمها شرعية مقابل هذه الأجندة الأمريكية التي تتحدث عنها؟ في تصوري لا يمكن ذلك، لأنه هناك كثير من الإشكالات. بما نتحدث عن حدود 67 وغير ذلك، أهم شيء هو الحدود. المجال الجغرافي إلى حد الآن لا زالت إسرائيل محتلة، ولا يوجد هناك اتفاق مطبق بين دولة الكيان الصهيوني والدولة الفلسطينية. نلاحظ حتى الاتفاق ما تم التوصل إليه في أوسلو أن السلطة الكيان الصهيوني قام باحتلال تقريب ثلاث أرباع الأراضي المتفق عليها، ولا زالت مستوطنات يتم الاستحواذ على الأراضي الفلسطينية. وفي تقدير أن ما يقوم به الكيان الصهيوني الآن هو من أجل تحقيق الأهداف اليمينية للمجتمع الإسرائيلي، وهو إقامة الدولة الإسرائيلية على كامل الأراضي الفلسطينية في هذه المرحلة، على امتداد المراحل الأخرى لمناطق إلى أراضي في دول عربية أخرى. والدليل على ذلك أن الكيان الصهيوني بما يقوم به من عملية إبادة ومحاولة إدلال الشعب الفلسطيني عن طريق التجويع وغيرها من الممارسات، هذا يؤكد كذلك المساعي للصهيونية المسيحية التي لازالت الدرع الحامي لنتنياهو في أروقة صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وفي عديد من العواصم العالمية. ممتاز. بالحديث عن العواصم العالمية والمسيحية الصهيونية، أسأل الآن البروفيسور حمود صالحي، كيف تعتقد أو كيف ربما تتوقع ردود فعل النخب الأمريكية خصوصا السياسية مع هذا القرار أو مع صدور هذا القرار بالإجماع الدولي مع دولة فلسطين كاملة العضوية بالأمم المتحدة، أولا من الناحية ربما من ناحية الشرعية الدولية، ولكن أيضا مع قبول قيام دولة فلسطين في الأراضي المحتلة؟ الإجابة التقليدية التي من المنتظر، وهي بالفعل عمت أجواء هذه الأبواق سواء بالحديث عن الحدث وما حصل في جمعية الأمم المتحدة أو الابتعاد عنها، فالجوانب التقليدية أو الوسائل الإعلام التقليدية المعروفة مثل CNN وما شابه ستركز على فكرة عادة مع ضيوف محبون لإسرائيل بأن هذا مرتقبا بحكم أن الجمعية الأمم المتحدة هي أصبحت شركة حماس. والمثال الواضح أن حتى الإسرائيليين اليوم يربطون بايدن بحماس وأن أو يحب حماس مثل ما ذكر أحدهم في حد التغريدة، وهذا معروف جدا. الجانب الآخر هو أيضا الإعلام الرسمي ما زال يتحدث وكأن التجارب التي قامت والسنين الطويلة والعريضة التي مرت بها مفاوضات السلام سواء بأوسلو أو طابة أو أي محاولة أخرى، خطط الطريق التي كنا نسمع عليها أو الرباعيات أو ما شابه، وكأن كل هذه المؤسسات أو هذه الهياكل كانت في لم تقوم بهذا المجهودات، والآن تريد أن لا تعترف بالقضية بالدولة الفلسطينية ضمنيا. والأساتذة هناك يعرفون جدا أن الاعتراف قد يكون ضمنيا عن طريق القيام بأعمال تمثل أو تصعد إلى الاعتراف المتبادل. فالمعارضة
المعاملات التي تعامل بها فلسطين والقيادة الفلسطينية والولايات المتحدة كلها تصعد إلى مقام أن هذه بالفعل دولة. فالآن موقف الأمريكي مرتبط ارتباطا كبير بالموقف الإسرائيلي، لذلك وسائل الإعلام الغربية والولايات المتحدة بالذات لن توعي أهمية كبرى لهذا القرار. الآن أين الحدث سيكون؟ الحدث سيكون في وسائل الإعلام المعروفة بمواقفها مع فلسطين. راديو باسيفيكا مثلا أخذت الحدث بجدية ودائما تتحدث عن الوجدان الفلسطيني. وسائل الاتصال الاجتماعي، وهذا ما أصبح مهم جدا، وأعتقد أن المسألة أصبحت بالفعل مسألة وقت للقيام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، سواء عن طريق مجهودات الجزائر والأمم المتحدة وعن طريق الضغوطات التي تجريها الجامعات والوسائل الأخرى في الولايات المتحدة. نعم بروفيسور مصطفى صاج، يعني كيف يمكن لهذا القرار أو كيف من شأن هذا القرار أن يعزز المكانة القانونية بالنسبة للقضية الفلسطينية في المجتمع الدولي وأن يدعم هذا المسار ربما القانوني مستقبلا؟ أولا المسار القانوني هو متعدد إذا حسبناه بالقانون الدولي. نلاحظ فقط بما أن السلطة الفلسطينية كدولة أصبحت دولة مراقب، أصبحت لديها بعض العضويات في الهيئات القانونية التي يمكن أن تشكل نوع من الضغط على الكيان الصهيوني وحتى المنظمات الفرعية لها، مثلا هي عضو في اليونسكو، كذلك أصبحت بحكم الدعوة التي رفعتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها صادرة عن الجمعية العامة اعترفت بقرار صادر عليها على أساس أنه يمكن أو كل المجالات الجغرافية والسياسية تشكل دولة مستقلة عن الكيان الصهيوني. طبعا من الناحية القانونية كذلك ما لاحظناه ما بعد طوفان الأقصى، وهذا مهم جدا لأن هذا الحدث وهذا ربما الحراك على المستوى المجتمع الدولي لم يكن لولا طوفان الأقصى، وبالتالي طوفان الأقصى حرك المجالات القانون الدولي في اتجاهات التي سوف تؤثر حتى على الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها. نتحدث عن ما جرى في محكمة العدل الدولية، المحاكمات وانضمام الكثير من الدول، وبالتالي هنا تصبح المساءلة القانونية وحتى المتابعة حول الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وأصبح القلق داخل الكيان الصهيوني داخل الفاعلين صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا في تقديري كل هذه المؤشرات القانونية هي تعبر عن الميزان الأخلاقي والقانون الذي دائما ما أقيسه به بقوة وإفراط استخدام القوة والفوضى الأمريكية، وهذه الهمجية التي بقيت تحافظ على هذه الاستثنائية الصهيونية للأسف التي بقت إلى غاية اليوم تستخدم كل الأدوات التي تعيق استمرارية الاستقرار الدولي باسم الشرعية الدولية. وبالتالي لا يمكن مستقبلا أن تقارن. لاحظنا مثلا في عندما نقول في الجانب القانون الدولي، لاحظنا في السنتين الماضيتين كيف استطاع المجتمع الغربي أن يفرض عقوبات صارمة على روسيا لأنها تعدت على أراضي الأوكرانية. لكن هنا ما تلاحظه 75 سنة وهذا الكيان الصهيوني ليس فقط اعتدى وابتلع على الأراضي الشرعية طبقا للقرار 188-181 الذي يقول بالتقسيم على الأقل 45% من الأراضي التاريخية للفلسطينيين، لكن بقي في الممارسة. هذا عندما نقول في الممارسة للأسف أن الثقل القانوني والأخلاقي يتسع لصالح القضية الفلسطينية وهو ملموس ومحسوس، لكن يبقى الاستثنائية الإمبراطورية الأمريكية وهذا ما سميناه بالتحالف الصهيوني اليهودي والتحالف الصهيوني المسيحي لا يزال هو الذي يحمي هذه الممارسات لإبادة ولخرق ولشلل كل الشرعية الدولية سواء في مجلس الأمن أو في إمدادها بكل وسائل الدعم العسكري، سواء بما لاحظناه من مساعدات إلى غاية اللحظات الأخيرة كيف تقدم قنابل لإبادة الشعب من رفح إلى شمال وباعتراف فلسطين إلى غاية الضفة الغربية مع ابتلاع المقدسات في القدس الشريف. طيب بروفيسور توفيق، يعني الآن أمام هذا الدعم الأمريكي بالنسبة للاحتلال وحتى رغم صدور العديد من القرارات الأممية سواء من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة وحتى الجنايات الدولية والعدل الدولية، يعني سؤالي الآن ما أهمية أن تقود الجزائر
ومن وراء المجموعة العربية هذا العمل وهذه المعركة الدبلوماسية داخل مجلس الأمن من أجل أولا إعادة القضية إلى مجراها الشرعي الصحيح، وأيضا من أجل استجلاب أو إعادة الحقوق بالنسبة للفلسطينيين القانونية منها، وحتى ربما تحدث عن هذا الابتلاع للمدن الفلسطينية في الأراضي المحتلة. نعم، في اعتقادي أنه القضية الفلسطينية منذ طوفان الأقصى تتحرك، ومناصري القضية والداعمين للقضية الفلسطينية يتحركون في كل الاتجاهات، سواء الاتجاهات الإنسانية من خلال دعم الجهود الإغاثية للشعب الفلسطيني، أو تحرك على مستوى المنظمات الإقليمية وحتى المنظمات الدولية والأمم المتحدة. وبالتالي فأعتقد بأن هذا النوع من النضال هو جزء أساسي وأصيل لابد القيام به حتى يمكن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى. نعم. حتى في وضعية القضية الفلسطينية ودولة فلسطين داخل هذه المؤسسات. فأعتقدي أن مثل هذا النقاش الذي تم إطارته في داخل أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة لديه انعكاسات أخرى على مستوى الرأي العام الدولي، وحتى على مستوى صناع القرار لأعضاء في الأمم المتحدة. ودليل على ذلك أن هناك الكثير من الدول الأوروبية التي قررت الاعتراف بدولة فلسطين، منها إسبانيا، مالطا، سلوفينيا، التي حاولت أو انتقلت إلى مرحلة أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين على غرار العديد من الدول، على غرار الدول العربية، وكذلك على غرار العديد من الدول أمريكا اللاتينية وغيرها. بالتالي هناك تقدم في مسار كذلك الأمر الواقع التي يجب أن يفرضه على الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي فأعتقد أنه الصراع الآن هو صراع للعنق بين المجموعة الدولية وبين الولايات المتحدة الأمريكية. أكيد أن الولايات المتحدة بما وضعته من خلال اتفاقية المنشئة للأمم المتحدة لديها الصلاحية القانونية في اعتراف وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها أمام موجة من الغضب الدولي عن ما يحدث في غزة نتيجة من الضغط كذلك لاتساع دائرة الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية. وبالتالي هذه الخطوات المهمة سوف تؤدي حتما إلى المرحلة الحاسمة، هو من أجل إعادة القضية الفلسطينية كموضوع أساسي وحاسم ويحظى باهتمام المجموعة الدولية داخل مجلس الأمن وداخل الجمعية العامة، من أجل كذلك الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل للامتثال لمختلف القرارات التي تم استصدارها من الجمعية العامة ومن مجلس الأمن، وكذلك الاتجاه إلى المسارات التي تحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وحفظ كرامته، وبالتالي الدخول في مجال آخر. نعم. للتعايش وما قررته المجموعة العربية بحل الدولتين يجب أن يكون حلا ناجزا وليس تسويف من مقابل ابتلاع والاستمرار للكيان الصهيوني في إبادة الشعب الفلسطيني وكذلك ابتلاع أراضي. بروفيسور حمود صالحي، الآن سأسألك عن انعكاس هذا القرار، أي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين، على التجاذبات السياسية في أمريكا، ونحن ربما قبيل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. وهل تعتقد بأن هذه التجاذبات السياسية حول القرار سيؤثر أيضا على القرار أو الموقف الأمريكي داخل مجلس الأمن مستقبلا حينما يعود مشروع القرار إلى مجلس الأمن؟ أكيد هذا إنجاز كبير وعظيم وتاريخي، ولذلك من المحتمل جدا أن يكون له أثرا خاصة على المستوى الشعبي أو الرأي العام الأمريكي. الآن كيف هل بالإمكان أن يترجم هذا الإنجاز والتضامن مع القضية الفلسطينية وفي ظل ما يجرى من انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة اليوم، هل يمكن أن يترجم ذلك إلى موقف الولايات المتحدة في عدم استعمال حقها الفيتو؟ أعتقد هذه المشكلة الكبرى التي يواجهها النظام الدولي، فأصبحنا اليوم في هذا العالم، في هذا النظام، رحينا دولة واحدة
هي الولايات المتحدة التي تقف أمام أي حق فلسطيني. أعتقد في ظل الانتخابات المقبلة وخاصة في ظل ما نراه من إنجازات كبرى من طرف المقاومة، احتمال جدا أن الولايات المتحدة سترجع إلى الامتناع عن التصويت، وبمعنى أنها لن تقوم باتخاذ موقف ضد قبول الأمم المتحدة، لكن حتى وربما وحتى ذلك سيخلق ايضا معضله او مشكله كبرى لكيف ستتخذ الاداره الامريكيه وخاصه بايدن من ما هو الموقف الذي ستتخذه من قرارات الكونغرس التي تفرض على الولايات المتحده ان تسحب ثقتها في وكالات أي وكالة في الأمم المتحدة وعدم تمويلها بالمستحقات التي من المفروض أن تقوم بها الولايات المتحدة. كل هذه أسئلة مهمة جدا، لكن لا تنقص من قيمة المقاومة الفلسطينية ومن الإنجازات التاريخية التي وصلت إليها. وربما كل هذه الاعتداءات الأمريكية هي شهادة لأن القضية الفلسطينية على حق. طيب ربما سؤال أخير بروفيسور مصطفى صايج، يعني وهو سؤال يفرض نفسه الآن، بأي صفة سيعود مشروع قرار طلب فلسطيني من أجل عضوية كاملة بالأمم المتحدة داخل مجلس الآن؟ بالصيغة الدبلوماسية الجزائرية، لا نكل ولا نمل حتى تصل هذه الدولة كما وصلت الدولة الجزائرية. نذكر بأن المسألة الجزائرية عرضت على الجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل الأصدقاء العرب أو الأحرار في العالم، وبالتالي في تلك الفترة كان المستعمر الاستيطاني الفرنسي يتحدث عن الجزائر الفرنسية، وبالتالي عدم الكلل والملل هو أن تضغط بهذه المقاومة بهذا التوسع والدعم المجتمعي القوي على أساس سنعود، وهنا ليس فقط لكي نحرك مجلس الأمن، لكي نعيد تحريك المجتمع الدولي بإعادة إصلاح الأمم المتحدة. نذكر هناك اللجنة العشرية الجزائر عضو فيها في الاتحاد الإفريقي، لا تزال على هامش الجمعية العامة في إطار المناقشات الحكومية سنويا توصي التصويات والمقترحات بضرورة أن يكون هناك تعديل حقيقي وجوهري بما يعكس ميزان القوة في العلاقات الدولية بما يخدم السلم والأمن الدوليين. وبالتالي هنا أن نوسع من أعضاء مجلس الأمن، أن نعيد صياغة صلاحيات خصوصا التوازن بين الجمعية العامة والأمم المتحدة ومجلس الأمن كما قلت قبل قليل، وبالتالي من الصورة أو المشهد الأساسي أن القضية الفلسطينية سوف تعيد الطرح من جديد، إعادة صياغة القواعد القانونية التي لم تكن تخدم إلا الذين نجحوا على حساب النازية والفاشية، لكن تبدو أن الفاشية والنازية بسلوك المنتصرين في الحرب ما بعد الحرب العالمية الثانية قد أصبحت تدعم هذه النازية الجديدة والفاشية الجديدة لنتنياهو وجماعته في الكيان الصهيوني. للأسف مباشرة نتحول إلى ثاني فقرات البرنامج وصناع الحدث. أول تصريح معنا في هذا الأسبوع لفرانك شيكاني رئيس الحركة العالمية لمناهضة الفصل العنصري، والذي قال بأن ما أراه في فلسطين أسوأ من سياسة الفصل العنصري التي تعرضت لها جنوب إفريقيا. ثاني تصريح معنا لتانيا فايونان وهي وزيرة خارجية سلوفينيا، والتي قالت بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يمثل مشكلة لسلوفينيا، وإن ذلك سيتم بسرعة أكبر في حال لم يتم التوصل لوقف إطلاق النار. ثالث تصريح لجوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الذي قال بأن الاتحاد الأوروبي منقسم حيال اتخاذ موقف مشترك ضد ما يحدث في غزة، ويسأل جوزيب بوريل هل يتعين علينا أن ننتظر موت 50,000 شخص قبل أن نتخذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد. أبدأ معك بروفيسور حمود صالحي، أي هذه التصريحات تعلق عليها في هذا الأسبوع؟
أعتقد التصريح الأول مهم جدا، وهو ربط النظر إلى ما يجري في فلسطين من جانب الإبادة وما تقوم به إسرائيل من سياسة الفصل العنصري، هذا مهم جدا، لا سيما عندما نربطها مثلا بالمظاهرات، مظاهرات الجامعات الأمريكية التي بدأت بجامعة كاليفورنيا في 1985 ضد العنصرية والتقسيم العنصري في جنوب أفريقيا، واليوم كولومبيا وجامعة كاليفورنيا تقودان هذه الحملة ضد العنصرية. فبالتالي هذا أعتقد هو الخبر المهم في العلم. طيب بروفيسور توفيق، أجد نفسي كذلك مع التصريح الأول، لأن في اعتقادي هو لابد أن نؤسس إلى والترويج لما يحدث فعلا في فلسطين، لأن هذه الصورة التي يجب أن يراها العالم ويجب أن يتألم لها العالم هي أكبر من ما عشته أوروبا في الحرب، دول في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، وأكثر ما عشته السود في جنوب أفريقيا، وما عشته ربما مقارنة فقط ما عشه الجزائريون خلال الفترة الاستعمارية، وخاصة أحداث 8 ماي 45. وبالتالي يبدا من الترويج والاخذ على اساس بان ما يحدث هو فعلا فصل عنصري مدان بجميع الاعراف والقوانين. صحيح. الدوليه والانسانيه. بروفيسور مصطفى صايش، تقريبا التعليقين الاخيرين هو اوروبا والمقاضيه الفلسطينيه، لكن الخطابات لم ترتقي الى مستوى المساعدات الملموسه لكي نضغط على هذا الكيان الصهيوني، لكن يبقى نموذج الخيار الأفضل أن نظام أبارتايد سوف ينتهي في فلسطين. جيمي كارتر كتب كتاب عندما بني الجدار العازل في الضفة الغربية سماه جدار الفصل العنصري، وحتى هناك قرارات بالأمم المتحدة من مجلس الأمن تعترف بأن هناك عنصرية قائمة في فلسطين، وبالتالي كما انتهى الأبارتايد والتمييز العنصري في جنوب إفريقيا سينتهي حتما هذا الكيان الصهيوني. وهنا الصهيونية وجنوب إفريقيا كانت في السبعينات مدمغتان على أساس أنهم من التمييز العنصري، وبالتالي أعتقد أن الحركية المقاومة هي التي سوف تعود إلى أخلاقية هذه القضية. إلى الفقرة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة، العالم هذا الأسبوع. إذن البداية من تركيا، انطلقت سفينة الخير القطرية التركية الأربعاء من ميناء مارسينا التركي محملة بمساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. من البرازيل التحق طلاب جامعة ساو باولو بالحراك العالمي الطلابي الداعم لفلسطين، وأعلنوا الاعتصام حتى إلغاء كافة الشراكات مع الجامعات الصهيونية، وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار بغزة. آخر خبر معنا للأونروا التي أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أعلنت بأن حوالي 80,000 شخص فروا من رفح خلال 3 أيام فقط منذ أن كثف الاحتلال عملياته العسكرية في المدينة. بروفيسور حمود صالحي، أي هذه الأخبار تريد التعليق عليها وتراه مهم في هذا الأسبوع؟ أعتقد الأخبار الثلاثة كلها مهمة جدا. صحيح. لكن الميزان في رأيي يميل إلى الخبر الثالث وهو الأنروا، لسبب واضح أن ما يجري في غزة مأساة وما يجري في رفح مأساة أخرى، ويجب تسليط الضوء على الانتهاكات التي تقوم بها فلسطين. الجانب الآخر المرتبط بهذا وهو مصداقية الأنروا التي تقوم بخدمات كبرى للشعب الفلسطيني وللاجئين الفلسطينيين، وهم الذين عن طريق مجهوداتهم أبقى اللاجئ الفلسطيني في شرعية وفي مواثيق الأمم المتحدة. لذلك أميل إلى الخبر الثالث من أهم الأحداث. بروفيسور توفيق، أعتقد بأن كذلك الخبر الحدث الثاني وهو التحاق طلاب جامعة ساو باولو بالحراك الطلابي قبل البرازيل. نعم، بالبرازيل. بالتالي فهذا جزء أساسي من النضال الطلابي الذي يجب أن يعم ليس القارة الأمريكية والأوروبية، وإنما كل العالم، على الضمير الطلابي والضمير الإنساني أن يدفع من أجل وقف الإبادة وعلى ضرورة مناصرة الشعب الفلسطيني.
بروفيسور في نفس الاتجاه الانتفاضات الطلاب في الجامعات من يعني خبر البرازيل الأمريكية إلى أوروبا إلى البرازيل هو الوعي المجتمعي، وبالتالي هناك بصيص الأمل. النخب في الجامعات العالمية هي التي تساند الحق والقانون والشرعية، وهنا الاستثنائية على حساب الكيان الصهيوني. لآخر فقرة، كاريكاتير الحدث لهذا الأسبوع. إذن صورة هذا الأسبوع هي كالتالي، والظاهرة على الشاشة الآن. بروفيسور حمود صالحي، إليك التعليق على كاريكاتير الحدث هذا الأسبوع. التعليق واضح، وهو أنه ما يقوله من جميل ومن البناء والإعمار في غزة ورفع والاهتمام بالقضايا الإنسانية، ما تقوم به إسرائيل وراءها تلك الدبابات التي تدمر، فهي خفايا نتنياهو، بمعنى أن كل ما يقوم به خارجيا يكش له أجندة خاصة هدفها التطهير والقضاء على الشخص على الإنسان الفلسطيني والبيئة الفلسطينية. بروفيسور توفيق، تعليقي من ناحيتين، أن هذا رمز الحمامة السلام، وهو في كذلك هو رمز لحصان طروادة الذي حاولت الأسطورة اليونانية أو الإغريقية وبالتالي يمكن قرأته من ناحيتين، بأن داخل حمامة سلام وداخل اتفاقات سلام التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن ترعاها وأن تقدم بأن، لكنها في النهاية هي تحمل في داخلها القنابل التي يباد بها الفلسطينيون، وبالتالي فلا يمكن الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط، لأنها ليست على الحياد، وإنها جزء من الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في غزة. نعم، هل يمكن لحصان طروادة أن يتحول إلى ربما حمامة سلام؟ هو في تقديري الصورة معبرة جدا في الفترة الزمنية، عندما كانت قبول حماس المقاومة في ورقة المواساطة أن نذهب إلى السلام وفق الإطار الباريزي، هنا لاحظنا في نفس اللحظة كان الهجوم على رفح، وهنا هذا كما أقول دائما ليس هناك حمائم في الكيان الصهيوني لكي نعتمد عليهم لبناء السلام والتطبيع، وإنما هذا الخبث وهذا المكر الذي سوف يدمر آخر رقعة جغرافية في قطاع غزة. شكرا جزيلا بروفيسور مصطفى ساج، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، على المرافقة الدائمة للبرنامج. شكرا أيضا موصول لك البروفيسور توفيق بقعدة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا على كل الإضافات اليوم. وأيضا الشكر بطبيعة الحال موصول لي البروفيسور حمود صالحي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا، على الحضور معنا وأيضا إتاحته هذا الوقت للبرنامج من أجل الوقوف عند الحدث. والحدث كان قبول دولة فلسطين كاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في انتظار ما سيقدمه قرار مجلس الأمن. بدنا نأتي إلى ختام هذا العدد، في أمان الله.